أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: في حالة دخول طالب العلم للأسواق يجد أنواعا من المنكرات، هل يلزمه إنكارها؟ وإذا قال أنكرها بقلبي. لا يروح للأسواق اللي فيها منكرات إلا بشرط أنه يقوم بالإنكار، أما إذا كان ما يقوم بالإنكار لا يذهب إليها. في أسواق ما فيها فتنة ولا فيها شر يروح للأسواق النزيهة، لا يروح للأسواق التي فيها فتنة وفيها شر إلا إذا كان يريد الإنكار ويريد السعي في إزالة المنكر. نعم.